واضح. النجم الساحلي نادي الصفاقس اكيد بايرن، مباراه ايضا لا تقل اهميه عن مباراه الترجي والمستير، وايضا مباراه الملعب التونسي والنادي الافريقي. والله نشوف مباراه الفريقين عندهم نقطه خاصه التقاء، بعد المردود الممتاز ضربين نادي الصفاقس في مباراه الاتحاد المستير رغم الهزيمه. إيه؟ لكن كما قلنا انه الفريقين عندهم نقطتين التقاء اللي هي المشاكل الماديه والاداريه اللي مأثره على المردود الفني والا تراجع مستوى الفريقين، لانه المستوى اللي قاعدين يقدموا فيه ما يليقش سواء بتاريخ النجم الرياضي الساحلي او بالنادي الرياضي الصفاقسي. لكن مباراه كيف هذه خلينا نقولوا كلاسيكو ولا معناها زوز فرق من اعتى الفرق التونسيه، ان شاء الله نشوفوا فيها مستوى كره يشرف الفريقين، خاصه وهما اليوم على نهايه موسم اللي فيها تجديد عقود، اللي فيها ملاعبيه ممكن باش تخرج، اللي فيها دونك اليوم نحيو كل شيء على جنب ونخدموا كره خلينا نقولوا الكره للكره في صلب زوز انديه اللي بتاريخهم، ونقول للناس هذيا احترموا تاريخ الأندية هذه اللي لابسين المراول نتاعها. واضح. رامي نادي الصفاقسي وجه ممتاز ضربي في المباراة الأخيرة بعد قدوم محمد الكوكي، اليوم زاد محمد الكوكي في مباراة تعتبر مهمة مهمة جدا. كما تعرفوا هو كلاسيكو معناها مشوق في حد ذاته، معناها بين زوز جمعيات كبار، ديما مباراة نادي الصفاقسي والنجم الساحلي عندها جو سبيسيال بالنسبة للملاعبية. ان شاء الله نشوفوا، قاعدين نشوفوا في وليدات صغار معناها كسوا في النادي الرياضي الصفاقسي ولا في النجم الرياضي الساحلي، معناها طالعين توا باهين. سي محمد قاعد يوظف في الملاعبيه نتاع النادي الرياضي الصفاقسي معناها بالباهي. ان شاء الله نشوفوا كره مزيانه، ان شاء الله الطابع نتاع الغش والعرق والمعروك والمشاكل فوق الميدان ان شاء الله دايما نراوهاش، ان شاء الله نراو كره للكره. وحظ معناها حظ اوفر للزوج جمعيات اللي بالحق معناها زوج جمعيات اللي نستناو منهم باش يرجعوا للمكانه نتاعهم، يرجعوا لتاريخهم، نشوفوهم متالقين، يبعدوا على المشاكل نتاع الاداره ويبعدوا على برشا حاجات اخرى. واضح. فقط بالك ربي يكون في عون زوج مدربين خالد بن ساسي ومحمد الكوكي، لانه شوف لي كونديسيون والوضعيات الصعيبه اللي يحطوا فيها المسؤولين اليوم في تونس، لي زونترونور ويحبوهم يخدموا ويبداو مرتاحين. خالد بن ساسي يجي وراء اول انتصار كانه يحب يثبت روحه ويحب يخدم على العام الجاي ويحب يكون ويواصل في الخدمه نتاعو العام الجاي. محمد الكوكي كان واضح يظهر لي رئيس النادي الصفاقسي قال لك تعاقدنا معاه من هون لنهايه الموسم ونشوفه ونقيمه، وبالتالي محمد الكوكي ايضا يحب يثبت جدارته. زوز مدربين مواصله المشوار على راس النادي الصفاقسي، معناتها كل مدرب هون يحب ينتصر باش يوري كانه هما زوز مدربين كافاء، كانه يوري انه يستحق باش يواصل العام الجاي. واضح. محمد النجم الساحلي رغم يعني خلينا نقولوا في وضعيه ماديه حقيقه وضعيه صعبه جدا، ظروف نوعا ما ماهيش عاديه، مش ظروف النجم الساحلي مش ظروف مريحه تخلي اليوم النجم يقدم مباريات كبيره حتى على مستوى الترتيب، تغيير المدربين اليوم النجم الساحلي كيفاش يشوفوا محمد المكشف خاصه انت لاعب ومدرب سابق لهذا الفريق؟ شوف الوضعيه اللي موجود فيها اليوم النجم الساحلي، على مر التاريخ النجم الساحلي عمره ما وصل للوضعيه هذه وعمره ما وصل للمشاكل اللي تخبط فيها اليوم، اكيد بطبيعه الحال اللي هي قبل كل شيء مشاكل ماديه، ولهنا ما يلزمنيش نتعدى معناتها كان ما نشكر الكوميسيون ليتيج هذه اللي متكونه من احباء للنجم الرياضي الساحلي، لهم مسؤولين قدامى ولهم مسؤولين ولهم باش يكونوا مسؤولين في المستقبل، جوست دي سبورتير معناتها كبار نتاع النجم الساحلي اللي قاعدين يقوموا بمجهودات كبيره برشا. اليوم فما ممكن لي تروا دوسي الكبار اللي فيهم معناتها برشا فلوس باش يخلصوهم، تقريبا تسكروا الدوسيات هذوما، لكن مازالوا برشا دوسيات اخرين. اليوم شوف اذا كان خاطر ما نجيوش كان للجمهور
الجمهور نجي ونطالبه كان بجمهور. النجم الساحلي عنده رجالات كبار معروفين سواء في سوسة ولا حتى خارج من سوسة ولا حتى خارج حدود الوطن. لهنا يلزم صراحة الناس هذوما الأشخاص هذوما يلزمهم يتحملوا المسؤوليات نتاعهم تجاه النادي الكبير هذا. كيما نشوف اليوم السياسات كيما نشوف النادي الأفريقي بصراحة قلبك يوجعك معناتها كي النوادي الكبيرة نتاعنا اللي يشرفوا كرة القدم التونسية تشوفهم بين وضعية قاعدين يمروا اي سورتو ليتوال جمعيتنا أمنا اللي ربيتنا نتوجعوا برشا بصراحة كي نشوفوا الوضعية اللي موجود فيها النادي نتاعنا اليوم. نادي وصل لليوم النجم الساحلي غدوة ما يعرفش على روحه ويمشي ترين محمد تقريبا فما خمسة ولا ستة ملاعب النجم الساحلي كل نهار ويدرب في ملعبه. هاكا عندكم السيت اوفيسيال نتاع ليتوال تشوفوا تصاور كل نهار النجم الساحلي يتدرب في ملعب. شوفوا الحاله معناتها فما ناس اللي وصلتنا للحاله هذه بطبيعه الحال انت من بعد ما عادش نجم تلوم لا على ملاعبيه الملاعبيه زاد مساكن اليوم عندهم سبعة شهور المدربين اللي تعداو معناتها عندهم زوز مواسم المدربين اللي تعداو كلهم ولا واحد ماخو فلوس وفاهم معناتها يلزم نحترموا اللاعبين اللي موجودين. صحيح الوضعيه اللي فيها النجم الساحلي جوستومون معناتها محمد علي بالنسبه لي كيفاش مش طالبوا بالنتائج محمد علي الوضعيه اللي وصلنا لها بين دقيقه برك خويا الوضعيه اللي وصلها النجم الساحلي اليوم معناتها كي نشوف اليوم ليتوال يلعب في البلاي اوف اوبجيكتيف اتان راهو اوبجيكتيف اتا ما تنجمش اليوم تجي طالب اللاعبين هذوما بالمجموعه نتاع اللاعبين هذوما بالجو العام باش تجي تقول هاي النجم الساحلي نهزوا بطوله. عم ناول صحيح عم ناول بدينا في نفس الظروف الحاليه اللي موجوده لكن مع سي عثمان جناح تحلوا برشا مشاكل وبعد بدينا نخدموا بشويه بشويه وتحسن الفريق نتاعنا زاد جاء سي فوزي البنزرتي وتهزت البطوله في ظروف باهيه. السنة المشاكل كثرت برشا بارابور لعم ناول معناتها اليوم انا بيرسونيلمون كي نشوف ليتوال مشات للبلاي اوف مع الجو العام الكل ومع الناس معناتها ما فماش فلوس بالكل فماش اليوم كان الجماهير عطات فلوس والحل حلينا بها شويه مشاكل سينو باش يقعد النجم الساحلي في المشاكل هذيك. الاسبوع اللي تعدى مع سيدي دريدي اللي هو كان مدير بتاع سلسله من فنادق المرادي والكل وكنا تكلمنا في النقطه هذه لانه تكلم مع مسؤولين موجودين في النجم الساحلي وكان عنده مقترح ياسر مزيان وفكرته معناها الحقيقه ملهمه. وقت اللي تجي اليوم بايجاز وقت اللي تجي اليوم الانديه نتاعنا ما عندناش المدير التسويقي اللي باش ينجم يجيب لك ولا يوفر لك الامكانيات الماديه. قال لك يا اخي نجم الساحلي اليوم قادر توفر 500,000 محب 500,000 محب نقول لك ما تعطينيش 500,000 محب اعطيني 100,000 محب يلتزموا انه ب 10 دينارات كل شهر 10 دينارات كل شهر في 100,000 محب دخل فيه مليار كل شهر عندك 12 مليار في العام. يا اخي ونجي هنا في اخر العام السيد هذا عنده مريول نتاع ليتوال نتاع الجوار نتاعو وقيس عليها للنادي الافريقي والا للنادي الرياضي الصفاقسي. يا اخي المحبين وقت اللي تجي تحكي له على 120 دينار في عام انه كل شهر انا وقت اللي نجي لمحمد نقول له قادر الشهر هذا تحط لي 10 دينارات لمده موسم باش نصلحوا به ميزانيه الفريق انت محب وغيور ب 10,000 باش يخليها ما تجيبلوش ياغورت للصغار وكيما يحطها للصغار وكيما يحطها للنجم الرياضي الساحلي والا النادي الصفاقسي والا النادي الافريقي. دونك الحلول هنا موجوده لكن كيفاش نخدموا على الحلول هذه اللي تفرق بين مسؤول ومسؤول. وتاكيدا لكلام عمار جمل وقت اللي طلع في الانترفيو وقال انا مستعد لو اتصلوا بيا انا مستعد نعطي 20 مليون دعم للنجم الرياضي الساحلي. بالتالي نقول لهم حلوا البيبان حل لونجل دو فيو نتاعك عندك ناس اللي قاعدة تعطي ما تخليش ليتوال حكر على ثلاثة أربعة من الناس وعندك زاد محبين غيورين تعطيني عطيه أنت ولد الجمعية أنت تمشي وأنت تساهم وأنت تضرب صدرك وأنت تعاون جمعيتك وتدز الباب وتدخل ماكش تقعدش حتى كان مش مرغوب فيه حتى كان مش مرغوب فيه كي ناخذوا بالخلاص بايرن. إذا كما قال لك محمد المكشر هذيك أمنا اللي ربتنا وهذيك كذا يعني أمك ما تنتظرش معنا باش تقولك بربي عاوني أنت تستنى في أمك باش تقولك عاوني ولا تقولك ألو بربي بايرن عاش ولدي جيب لي فلوس لا هذه مستحيلة لانه انت بولد الجمعيه تدز الباب وتدخل يظل هذا هو محمد علي في الوضعيه اللي تشوف فيها اليوم الناس الكل وتونس كامله في وضعيه النجم الساحلي. انا ما نحبش لا ولد جمعيه ولا صحيح في تبعيه المحب يعلم به ربي زاد باش ينحي 10,000 زاد هو سافار مش الناس الكل زاد مترفها وماديا مرتاحه نعرف 10,000 مبلغ بسيط لكن كوميم الوقت ايش نقعد نستنى انا في جمهور يعطيني 10,000 والاراده 100,000 واحد و200,000 واحد
تذوكم يتعاملوا في دي سوسيوس كيما في السي اس اس قاعده تعمل في مشاريع كيما بدات فيها النادي الافريقي اوكي ويعملوا مشاريع اخرى. اما اليوم عطيني جمعيات تعيش بمواردها بدلها القوانين وخليها تعيش بمواردها كيما قالك محمد اليوم النادي الصفاقسي النادي الافريقي النجم الرياضي الساحلي البارح خلطت عليهم اتحاد تطاوين ممنوع من الانتدابات وشفت الموسم اللي عدى اتحاد تطاوين يتدرب جمعه ويرتاح 10 وشوف لي كونديسيون كيفاش يدربوا فيهم الجمعيات بدل لي خويا القوانين وخلي الناس خلي الناس تعرف تعيش وجمعيات جمعيات راهو باسمها وبتاريخها تولي هكا راهو سياسي راهو مش معقول راهو داني اخر حاجه بيجي كلمتين اليوم الملاعب التونسي كيبدا طالع في الكيب سينيور يتمنى يلعب في النجم يتمنى يلعب في صفاقس يتمنى في الكلوب يتمنى في المستير في الاسبيرانس اليوم الملاعب اللي طالع يتمنى يخرج البر يخرج البر هذا يظلي هذا هذا اللي يلخص يلخص الموضوع على كل ان شاء الله بالتوفيق للنجم الساحلي نادي صفاقس ان شاء الله موضوع طويل لانه نحبوا نشوفوا الجمعيات هذوما يرجعوا كيما كانوا قبل وعلاش لا خير من اللي كانوا قبل في الوضع في وضعيه مريحه بصراحه اللي قاعد صاير في النجم لا يليق بسمعه النجم لا بتاريخه لا بعراقه هذا الفريق الكبير واللي صاير ايضا في نادي صفاقس ولا في النادي الافريقي للاسف واجب وطني الجمعيات هذوما لازمهم يرجعوا هذوما باتريموان جمعيات الكبار تطاوين متلوي افريقي نجم سياسه هذوما باتريموان ناسيونال واجب انك تحميهم شوف كيفاش باي طريقه ما يلزمك تحميهم جمعيات هذوما.